بنصبح عليكم مرة جديدة، وإحنا زي ما كنا عم نحكي في بداية الحلقة، التطورات الطبية والإنجازات الطبية في الأردن لا تعد ولا تحصى. يعني دائما إحنا الأردن والسياحة العلاجية هي من أهم أنواع السياحة اللي موجودة عندنا. بنشوف قديش أطبائنا يعني عم بيواكبوا كل التقدم بالطب وفي عدة مجالات، وإذا بدنا نحكي بالتحديد في مجال القلب هناك إنجازات عظيمة قامت فيها الأردن، وهناك إنجاز أخير أيضا قامت فيه من فترة. بينضم لنا الآن الدكتور منير الزقة، استشاري أمراض باطنية وأمراض كهربة القلب، لنتحدث عن هذا التطور والإنجاز الطبي الجديد. صباح الخير دكتور. أهلين، صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، يعني يمكن في كثير ناس عم بتابعونا الآن، موضوع كهربة القلب يعني يمكن بقول لك إيش يعني كهربة القلب؟ يعني إحنا دائما نسمع بقول لك دكتور استشاري قلب، خلينا بالتحديد نشرح لكل عم بيتابعونا ما هي كهربة القلب. القلب حتى ينبض لازم يكون فيه كهرباء، فأنا أكثر شيء بشبهه يعني زي محرك سيارة. يعني لو المحرك جديد وطالع من المصنع بدون وجود بطارية ما بيشتغل. فالقلب نفس الشيء، يعني لازم يكون فيه كهرباء حتى كل نبضة تبدأ حركة القلب. فنبضات القلب الطبيعية كل دقيقة لازم ينبض القلب بين 60 ل 100 دقة في الدقيقة. ففي مشاكل إما تباطؤ بالكهرباء أو زيادة. أوكي. وبشكل عام حتى زيادة أخطر من التباطؤ، يعني خاصة بعد الأنواع. وطبعا إذا زادت أو نقصت الكهرباء فوق حد كبير ممكن تشكل خطر على الحياة، وبالذات مثلا حالات الوفاة وشغلات بتكون عادة لها علاقة بالكهرباء. بالكهرباء يعني إحنا في بعض الأشخاص كمان الرياضيين دكتور بيكون عندهم دقات القلب أقل يعني من المعدل العادي، فزي ما تفضلت لما تكون عالية هون إحنا بنخاف، صح؟ صح. إيش الخوف بالضبط بهذا الموضوع؟ على حال بالنسبة للرياضيين هذا التباطؤ ما بنعتبره خطير، هو لازم أكثر يعني من درجة الرياضيين. تمام. وخاصة إذا شخص مش رياضي، بس التسارع كمان هي في جزء من القلب بيتحكم بسرعة القلب، فإذا صار في خلل أو صار خلل بأجزاء القلب الرئيسية مثلا، هي كهربة القلب بجوز ما تكون مشاكل كتير شائعة، يعني معظم مشاكل القلب بسبب تصلب شرايين القلب. صحيح. بس لما يصير تصلب في أجزاء من القلب بتموت وبيصير في خلل بالكهرباء، فبتصير تطلع نبضات سريعة جدا، وهي النبضات السريعة بسبب خلل القلب يعني بتخلي القلب ما ينبض وبتوقف بالنهاية إذا ما عالجناها. تمام. إذا خلينا نحكي عن الإنجاز الطبي الأخير اللي قمته فيه دكتور. يعني إحنا بنعرف إنه في قبل ما ندخل بالإنجاز هناك موضوع مهم دائما بنحكي اللي هو بطارية للقلب. البطارية اللي هي خلينا نحكي زي ما تفضلت هي بتتحكم بضربات القلب، مش هيك؟ صحيح. هلا بالنسبة للي بصير عندهم تسارع، هلا كل شخص يعني حتى أي شخص اللي بكامل صحته معرض بأي لحظة إنه يصير لا سمح الله تسارع وتوقف بالقلب، بس الشخص العادي احتمال ضئيل جدا. بس في بعض الأشخاص عندهم مشاكل بالقلب، سواء أنه عندهم مثلا تصلب شرايين القلب، أو في شغلات خلقية مثلا تضخم بعضلة القلب على سبيل المثال، أو في شغلات خلقية أخرى مثلا خلايا القلب ممكن يكون فيها خلل. فبهالحالة هدول الأشخاص معرضين بشكل أكبر بكثير أنه يصير عندهم توقف في القلب. ففي تكنولوجيا اللي هي بطاريات بتراقب القلب، وإذا صار خلل بالقلب وتوقف القلب تعطيهم صدمة من شان ينتعش القلب من جديد. وبدون وجود هالبطارية مثلا لو صار توقف القلب يعني لازم الواحد ينادي الإسعاف ويجوا يعني يعطوا صدمة خارجية. بس كثير الصدمات الكهرباء اللي بنشوفهم هدول بالضبط يعطوا للأشخاص اللي عندهم توقف في القلب، مثلا إذا واحد صار عنده جلطة أو توقف بالقلب. بس يعني مع الأسف هاي بتاخذ وقت، فمثلا إذا صار توقف بالقلب حتى الواحد ينادي الإسعاف تاخذ دقائق ومرات حتى ساعات. فبس المشكلة إذا توقف القلب بتتوقف الدورة الدموية، وإذا توقف الدورة الدموية لمدة محددة يعني اللي نعتبرها 10 دقائق لربع ساعة ما بوصل دم للدماغ وممكن يصير ضرر دائم. فيعني عامل الوقت مهم جدا جدا، فوجود البطارية دائما تحرص هذا الشخص اللي معرض لتوقف القلب مهم، بحيث أنه إذا صار توقف القلب تشتغل على طول خلال ثواني يعني بحيث أنه ما يصير ضرر للدماغ. تمام. هلا البطارية كانت قبل هي توضع بالقلب، لكن خلينا نحكي تفاصيل أكثر عن هاي البطارية عشان نشرح لكل عم بتابعنا التقدم والتطور العملية الجديدة اللي قمتوا فيها. صحيح. هلا البطارية التقليدية اللي موجودة والآن صار لها فترة طويلة حوالي 30-40 سنة، في جزئين، في جزء البطارية اللي بنزرعه تحت الجلد، وفي جزء السلك اللي بنوصل البطارية لداخل القلب.
فهي نقطة الضعف بهذا النظام هي السلك بحد ذاته، لأنه السلك هو طبعا بنقل الطاقة اللي من البطارية. بس السلك أول شيء لأنه بتحرك مع القلب معرض لعدة مشاكل، أول شيء ممكن يصير التهاب عليه، وممكن يصير كسر بالسلك نفسه، أو حتى لما نحط السلك داخل القلب لأنه بيكون يعني دقيق ممكن أنه لا سمح الله يعمل ثقب بالقلب. فهي هاي المشاكل بتصير طبعا بنسبة بسيطة، بس موجود المشاكل هذه. فحتى تقل نسبة المشاكل المربوطة مع الجهاز، الشركات الصانعة بتطوروا باستمرار هاي التكنولوجيا. فهي أحدث تكنولوجيا الآن هي أنه وضع البطارية بدون ما يكون في سلك داخل القلب. أوكي، وإيش هاي البطارية؟ خلينا نحكي عنها أكثر، يعني إيش هو الجهاز وكيف بتتحكم؟ فهذا الجهاز هو طبعا تطوير للبطارية التقليدية لتوقف القلب، بحيث أنه ينزرع تحت الجلد ويعطي الطاقة اللي بتنعش القلب بدون ما يكون في هذا السلك داخل القلب. حلو. فهي طبعا في عدة صعوبات. السلك يعني في ميزات أنه بيستشعر القلب بدقة عالية، فإذا صار أي توقف بسهولة بيكتشف إذا في توقف بالقلب. فهي لو زرعنا بطارية تحت الجلد، أول شيء في كتير شغلات، مثلا العضلات نفسها فيها كهرباء فبتعمل تداخل مع مع نبضات القلب. فكتير مهم أول شيء أنه تكون هاي الأجهزة دقيقة وبتستشعر القلب عبر العضلات، بحيث ما تخربط بين العضلة الخارجية وعضلة القلب. فهي طبعا تطورات بالتكنولوجيا. وبعدين انها تعطي طاقة كافية، لانه السلك لانه موجود داخل القلب بيلزم طاقة اقل، فهي البطارية تحت الجلد بيلزم طاقة اكثر، بس كمان لازم توصل للقلب. فهي مع تطور البطاريات والتكنولوجيا يعني صار تطور من ناحية استشعار القلب وانه اعطاء طاقة كافية، بحيث انه اذا صار توقف بالقلب انه تنعشه. جميل، خلينا نحكي عن اخر انجاز قمت فيه دكتور. كان في شاب 40 خلينا نحكي، وتحكي لنا اكثر عن حالة وإيش العملية اللي قمتوا فيها؟ هذا الشاب هو عنده مشكلة اللي هي تضخم بعضلة القلب. أوكي. فكما ذكرت في بعض المشاكل بتزيد احتمال توقف القلب، وهو فعلا أصلا صار معه تسارع شديد جدا وإجا بحالة إغماء على المستشفى وأنعشوه. فهو الآن هذا الشخص نعرف أنه معرض أنه تتكرر الحالة عنده أكثر، يعني احتمال عالي جدا. فكان عندنا خيار إما نزرع البطارية التقليدية اللي هي داخل القلب، أو أنه نزرع البطارية الحديثة. فهو وجوده بمستشفى الجامعة الأردنية، أولا بالجامعة هي أحد العقبات الرئيسية الآن مع التكنولوجيا الجديدة هي التكلفة بصراحة. فبس أول شيء وجوده بالجامعة، وبشكل عام الجامعات طبعا التكلفة مهمة، لكن أيضا التقدم العلمي مهم جدا. أكيد. يعني كان في دعم من المستشفى الجامعة، وبعدين المريض نفسه متقبل وجود تكنولوجيا جديدة. وهو قبل أنكم يكون هو أول مريض بتجربوا عليه هاي البطارية؟ يعني مش سهل أنه الواحد يأمن هالقد على طبيب ويحط روحه بين إيديه. خلينا نحكي صحيح على حال. الحمد لله هو أصلا كان واعي وقارئ حتى عن البطاريات، فكان هو نفسه عارف أنه في هاي البطارية الجديدة، فهو كمان يعني كان متقبل، وحتى يعني هو على العكس شجعنا أيضا أنه نعملها. فهاي من ناحية، ومن ناحية تانية أيضا وجود بالجامعة أنه في تأمين الجامعة مثلا وهي شغلات، فهذا ساعدنا أنه تكون التكلفة أقل بكثير. طبعا وإحنا بنعرف أنه أكيد تكلفة عمليات القلب بشكل عام هي مرتفعة وباهظة الثمن، فأنت لما عم تقوم فيها بالجامعة الأردنية يعني خلينا نحكي بتكون بحد المعقول، لما إحنا عم نحكي عم تنقذ حياة، مش هيك؟ صحيح. هي بالنهاية طبعا بهمنا جدا، الأهم فعلا مساعدة المريض وحياته. صح. بس طبعا لما في شغلات دائما في تكلفة وفي فائدة، فيعني لازم دائما الواحد يوازن. وهي أي تكنولوجيا جديدة أول ما تدخل طبعا بتكون تكلفة عالية نسبيا، وطبعا بدها خبرة أيضا بالزرع يعني. فأنا بصراحة ذهبت عدة دورات منشان أتمرن عليها، وهي مبنية على خبرة السابقة أيضا. ما أنا هاد سؤالي إلى كم دكتور إنه أنت يعني لا، بس أنا أول شيء خبرة السابقة بالبطاريات العادية التقليدية، وبعدين ذهبت دورات يعني خاصة منشان أتعلم عليها. فبس طبعا الطبيب لازم ممارسة باستمرار، فإذا ما بضل يزرع باستمرار يعني بفقد خبرته وما بيكون نتائجه جيدة. بس يعني أنا بحاول أواكب طبعا أنه أكون على اطلاع وعلى خبرة يعني كافية. ما شاء الله عليك دكتور. يعني دكتور منير، يعني في موضوع مهم أيضا آخر، إحنا عم نلاحظ بالفترة الأخيرة هناك نسبة عالية من الشباب يا إما عم بتعرضوا لجلطات فجائية، يا إما عم بيكون في عندهم مشاكل بالشرايين، عم بيكون عندهم بنسمع يعني لا سمح الله بقول لك شاب يعني بالثلاثينات ولا بالأربعينات راح، ودائما بقول لك جلطة الشاب أصعب من جلطة الحدا الكبير، فخلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. صحيح. هلا مشاكل القلب الرئيسية لها علاقة أكثر بشرايين القلب،
مشاكل شرايين القلب اكثر شيء لها علاقه باسلوب الحياه. فيعني كثير وضعنا يعني بهالايام اول شيء في ستريس عالي بالحياه صح، وبعدين الاكل اللي ناكله غير صحي، ومهم جدا التدخين يمكن بسبب توفر سجاير كان بسعر قليل سابقا صح. تهريب وهيك شغلات. فيعني شجع الناس يدخنوا اكثر. وهي انا يعني ذكرت في الماضي السجاير ترى فيها ميزات، مثلا الواحد معظم اللي بدخنوا بيتركوا انه فيها مشاكل، بس مع ذلك بدخنوا لانها هي على المدى القصير بتريح الشخص. مثلا اللي ما بينام كفايه بيكون عنده دوخه، فبيعوض عن قله النوم وعن الدوخه انه بدخن سجاير. فهي على المدى القصير الشخص برتاح، بس على المدى الطويل يضر نفسه جدا، خاصة القلب وأيضا من ناحية السرطانات أيضا. فيعني هي جيد والله إنه الحكومة بتاخذ ضرائب عالية وبترفع سعر السجاير منشان مكسب للحكومة وأيضاً مكسب للناس إن شاء الله. أكيد أكيد. ويعني دكتور إحنا بدنا نهنيكم بهذا الإنجاز ونهني الأردن بأطباء مميزين مثلكم، فيعطيكم ألف عافية. وإحنا دائما سعيدين جدا باستضافة كل الأطباء اللي عم بحققوا نجاحات كبيرة في الأردن، فيعطيكم ألف عافية. بدنا نحكي للمريض كمان ألف الحمد لله على السلامة. صحيح والله. وكمان انه على تقبله لانه يكون اول شخص تجرى عليه هاي العمليه. صحيح والله 100%. يعطيك الف عافيه دكتور منير الزقة، استشاري امراض باطنيه وامراض كهربه القلب. كل الشكر لك ويعطيكم الف عافيه، وتحياتنا لكم على هذا الانجاز الطبي المميز. شكرا. اهلا وسهلا فيك دكتور.